وينضم إلينا من القاهرة رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقاً الدكتور إبراهيم أحمد. دكتور إبراهيم، مساء الخير. وفي ظل هذه الأدلة التي تتعدد وتتكرر في حق البحرين من انتهاكات من النظام القطري، اليوم يتحرك مجلس النواب البحريني للجوء إلى المحافل الدولية. برأيكم، ما هي الآلية التي من الممكن أن تحقق هذا الهدف بإحقاق الحق للنظام البحريني؟ في الحقيقة أنه من الممكن الالتجاء أولا إلى منظمة الأمم المتحدة، لأنه هذه الاتهامات الموجهة للحكومة القطرية تتضمن التدخل في الأمور الداخلية والشؤون الداخلية لدول أخرى، منها طبعا دولة البحرين. ولا شك أنه هذه الاتهامات تحتاج إلى تدخل من مجلس الأمن الذي يحكم تحقيق السلم والأمن الدوليين ومنع أي اعتداءات أو مخالفات لأحكام القانون الدولي. في هذه الحالة مجلس الأمن من الممكن أن يشكل لجنة لبحث الشكاوى البحرينية والتحقق من مدى وجود مخالفات ارتكبتها الحكومة القطرية من عدمه، ثم التوصل إلى نتيجة تعرض على أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ قرار في شأنها. لأنه الكلام عن محكمة العدل الدولية وغيرها من محاكم هو أمر يكون متعذر، لأنه يقتضي الاتجاه إلى هذه المحاكم اتفاق بين الدولتين، الدولة المشكوك في حقها والدولة الشاكية. ولا شك في صعوبة التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي أنا أعتقد أنه الأفضل هو الالتجاء إلى مجلس الأمن مباشرة للتوصل إلى حل هذه المشكلة. نعم، هذه الجرائم أيضا تحمل طابع جنائي بدعم الإرهاب وتشكيل الكثير من مشاكل البحرين خلال الأزمة السابقة. ماذا عن اللجوء إلى الجنائية الدولية لإحقاق هذا الحق؟ الحقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية نشأت باتفاقية روما لسنة 1998، وهذه الاتفاقية بتستلزم لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أن يكون الأمر متعلقا بدول أعضاء في اتفاقية روما. وأنا أرى من بين الدول المصادقة على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية سوى الأردن وموريتانيا على ما أذكر، ولكن ليس من بينها لا مملكة البحرين ولا قطر. فبالتالي هيكون اختصاص المحكمه الجنائيه غير ممكن بالالتجاء الطبيعي اليها، الا اذا تم الالتجاء اليها عن طريق الاحاله من مجلس الامن. مجلس الامن اذا علم ان المساله تحتاج الى تحقيقات جنائيه هو يحيل الامر برمته الى المحكمه الجنائيه الدوليه ويكلفها بدراسه هذا الامر والتحقيق فيه، وتعرض نتائج التحقيقات على مجلس الامن لاتخاذ قرار في شانها. هذا ما يحدث في الحالات السابقه، ما حدث في الحالات السابقه التي اختصت فيها المحكمه الجنائيه الدوليه رغم عدم وجود اعضاء او عضويه للدول المعنيه في المنازعات التي صارت من قبل. نعم، من القاهرة رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا الدكتور إبراهيم أحمد، شكرا جزيلا لك.